إنه لمن دواعي الشعور بالرضا دائما أن ترى شخصا فظيعا يعاقب من قبل الكارما، لكن أحد المصادر النادرة للرضا هو رؤية الحوادث التي تحدث بالصدفة لتكافئ الأشخاص الطيبين والكرماء بشكل مذهل على جهودهم، من سائقي سيارات السباق الأبطال إلى تشيواوا التي تغير الحياة. دعنا ننتقل مباشرة إلى الأوقات التي جاءت فيها الكارما للأشخاص الطيبين. طيبة أوبر. في يناير 2020 غيرت فرصة لقاء في أتلانتا جورجيا حياة الأم العزباء لاتونيا يونغ إلى الأبد. أنجبت لاتونيا طفلها الأول عندما كانت تبلغ 16 عاما فقط، لكن هذا لم يوقف طموحها في ممارسة مهنة في مجال العدالة الجنائية. لسوء الحظ، عندما أوشكت على إكمال درجتها في جامعة ولاية جورجيا، أجبرها واقع الأمومة العازبة على تأجيل تعليمها. على الرغم من عملها كمصففة شعر نهارا وسائقة أوبر ليلا لتغطية نفقاتها، لم تستطع لاتونيا ببساطة تحمل نفقات إنهاء شهادتها. ما لم يتغير وضعها النقدي فسيكون عليها نسيان حلمها هذا، حتى قدمت لاتونيا توصيلة أوبر لرجل يدعى كيفن إيتش. أثناء قيادة إيتش إلى موقعه تجاذب أطراف الحديث، وروت لاتونيا قصة حياتها الصعبة. عندما انتهت الرحلة افترق الاثنان، ولم تتوقع لاتونيا أبدا أن ترى راكبها الودود مرة أخرى. ولكن بعد أيام قليلة فقط تلقت مكالمة من جامعة جورجيا تخبرها أنها تستطيع التسجيل في الفصول الدراسية. سألت لاتونيا في حيرة من أمرها كيف كان هذا ممكنا بدون أن تدفع. اتضح أن راكبها السابق قد تأثر كثيرا بقصتها وقد دفع بدلها مقابل إكمال شهادتها. عند وقت التخرج حضر الحفل أيضا. غير تصرف كيفن إيتش حياة لاتونيا إلى الأبد وجعلها تقترب خطوة واحدة كبيرة من تحقيق أحلامها. عودة الخاتم. بالنسبة لطلاب الجامعات في أمريكا، فإن تقليد وجود خاتم مخصص للاحتفال بالتخرج يسمح بتذكير دائم بإنجازاتهم وخبراتهم في الكلية. ومع ذلك فإن فقدان خاتم الفصل سيكون أمرا مدمرا للغاية. لسوء الحظ، هذا بالضبط ما حدث لكاثرين كينيون في عام 2017. بعد البحث في كل مكان عن خاتمها العزيز دون جدوى، اضطرت للتخلي عن البحث أثناء الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في نفس الكلية في عام 2020. عثرت كاثرين على اكتشاف في ساحة موقف السيارات، وجدت خاتما للتخرج، ولكن لم يكن خاتمها للأسف. وبعد بعض التحقيقات أعادته إلى المالك المبتهج الذي فقده قبل 4 سنوات. بعد أسبوعين فقط حدثت مصادفة غريبة حقا. تم الاتصال بكاثرين من قبل شخص وجد عن طريق الصدفة خاتمها القديم وتعقبها بنفس الطريقة التي فعلت هي بها قبل أسبوعين. هذا النوع من الكارما الجامعية له حقا تأثير حلقي. نقود الآيباد. عندما تكون طفلا فقد يكون الحصول على المال أمرا صعبا، لكن هذا لم يمنع جاك سوانسون البالغ من العمر 7 سنوات من توفير ما يصل إلى 20 دولارا، معظمها بنسات، لشراء جهاز آيباد. استغرق الأمر منه وقتا طويلا للإدخار، ولكن عندما سمع جاك عن مخربين قاموا بتخريب مسجد في بلدته فلوغرفيل تكساس، وجد استخداما مختلفا لمدخراته. دون تردد عرض جاك مبلغ 20 دولارا كاملا للمساعدة في ترميم المسجد. انتشر خبر هذه اللفتة بسرعة بين جميع الجالية الإسلامية في أمريكا، ووصلت في النهاية إلى أرسلان افتخار المحامي والكاتب المسلم. مع دموع البكاء بسبب كرم جاك المتفاني، أرسل افتخار للصبي جهاز آيباد الذي كان يدخر من أجله في الأصل كبادرة تقدير. إنه درس قيم من الحكمة أن نتذكره، اللطف يولد اللطف. أنت تعيش مرتين فقط. بعد أن نجا بصعوبة من حادث مروع في عام 2009 مع حياته، قام سائق ناسكار رايان نيومان بحملة دؤوبة من أجل المنظمة لتحديث معايير السلامة الخاصة بها. جاء ذلك بثماره في السنوات التي تلت ذلك، مع تنفيذ القواعد الجديدة التي تتطلب من مركبات ناسكار أن تتضمن قضبانا قوية ومعززة فوق نوافذها. هذا من شأنه أن يقلل من خطر تعرض السائقين للسحق في حالة هبوط سيارة أخرى فوق سيارتهم، أو في حالة قلب السيارة رأسا على عقب. كان نيومان بالطبع سعيدا بالنتيجة هذا، لكنه لم يتوقع أبدا مدى أهمية ذلك.
في عام 2013 دخلت الترقية القوية حيز التنفيذ عندما انقلبت سيارة أثناء سباق وهبطت مباشرة على سقف نيومان. قد تكون الحماية الإضافية قد صنعت الفرق بين الحياة والموت في ذلك اليوم، لكنها ظهرت مرة أخرى خلال سباق آخر في فبراير عام 2020. هذه المرة انقلبت سيارة نيومان رأسا على عقب وسحبت على طول المسار. لو لم يتم تعزيز السقف لكان من الممكن أن ينهار بسهولة ويسحق نيومان حتى الموت. بفضل جهوده لتحسين السلامة لزملائه السائقين ولنفسه، ربما أنقذ رايان نيومان حياة نفسه في المستقبل مرتين. عائد الاستثمار. عندما فقدت دومينيك هاريسون بينزن بطاقتها المصرفية بعد قضاء ليلة في بلدة بريستون بإنجلترا، بدا احتمال إيجاد طريق إلى المنزل بدون نقود مهمة شاقة ومستحيلة. ولكن عندما لاحظ رجل بلا مأوى اسمه روبي محنتها، عرض على دومينيك آخر 3 جنيهات استرلينية لتتمكن من الحصول على سيارة أجرة إلى المنزل. كان هذا هو المال الوحيد الذي كان يمتلكه، ولكن بالنسبة له كانت سلامة الشابة أكثر أهمية. تأثرت دومينيك باللفتة هذه فأنشأت صفحة تمويل للرجل الذي سرعان ما انتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قبل أن تعرف ذلك كانت دومينيك قد جمعت مبلغا مذهلا قدره 32,559 جنيها استرلينيا لروبي وبقية مجتمع المشردين في بريستون. أحدثت الأموال فرقا كبيرا في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف قاسية في المدينة، وكل ذلك جاء من عرض متواضع قيمته 3 جنيهات استرلينية. أكياس مليئة بالكارما. تأتي هذه القصة التالية من أحد المعلقين على أحد الفيديوهات في اليوتيوب، والذي شارك حكايته عن لقاء امرأة في رحلة قطار طويلة. كانت متوجهة إلى نفس البلدة التي كان متوجها إليها بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، ولكن عندما وصلوا إلى وجهتهم أثرت حرارة الصيف الحارقة على المرأة المسنة، ولاحظ المعلق أنها تكافح من أجل الحفاظ على توازنها مصمما على عدم تركها تكافح وحدها. حجز لها سيارة أجرة وركب معها إلى منزل ابنتها وتأكد من وصولها بأمان قبل أن يتوجه إلى المنزل بنفسه. مرت 3 أشهر ونسي عمله الصالح حتى فقد حقيبته التي تحتوي على بعض الأشياء الثمينة في مدينة الملاهي. مع عدم وجود حظ في العثور عليها كان على وشك الاستسلام عندما دخلت امرأة مكتب المفقودات مع عائلتها. لقد وجدوا حقيبته. بمجرد دخولهم كان معلقنا مذهولا. تعرف على الفور على الشخص الذي يحمل حقيبته باعتباره ابنة المرأة التي كان قد ساعدها منذ شهور في ذلك اليوم الصيفي الحار. على ما يبدو عندما تأتي الأعمال الصالحة إليك بشكل طبيعي فإن القدر يعيدها إليك بحقيبة ممتلئة. سائق الحافلة الرائع. كيرت جينكنز هو سائق حافلة مدرسية من تكساس يتفهم مدى عمق التشجيع الشخصي للأطفال. توجه هذه الأخلاقيات نهجه الفريد في وظيفته والتي تجعله يقدم هدايا منتقاة شخصيا للأطفال الذين يركبون حافلته في المناسبات الخاصة مثل أعياد ميلادهم. يؤمن كيرتس إيمانا راسخا بأن مطابقة الهدية المناسبة مع التلميذ المناسب يمكن أن تلهم نتائج إيجابية حقا. على سبيل المثال كتبت فتاة صغيرة قصة قصيرة وشاركتها مع كيرتس. في المقابل قام بطباعة الغلاف الأمامي للقصة على قميص لها على أمل أن يلهمها ذلك لمواصلة كتابة القصص. مع مثل هذه الإجراءات المدروسة فليس من المستغرب أن يراه الأطفال على أنه شخصية أب ملهمة، حتى أن أحد الأطفال الذي انفصل والده ذكر أنه يتمنى لو كان والده مثل كيرتس. لم يطلب سائق الحافلة أي مكافأة على جهوده وخرجت كلها من جيبه الخاص، لكن عاد لطفه عام 2019 بعد أن حظيت قصته باهتمام وسائل الإعلام الوطنية. تواصل مشاهد مجهول مع المدرسة وأهدى كيرتس سيارة جديدة تماما. علاوة على ذلك حصل على ترقية وهو الآن يعلم الآخرين كيفية تكوين علاقات أفضل مع الطلاب. فقط لو كان كل سائقي الحافلات مثل كيرتس. المفاتيح، السيارات والكارما. في عام 2012 شارك مستخدم ريديت بوشر 91 قصة كيف غير كلب تشيواوا حياته بأكثر الطرق غير المتوقعة. أثناء قيادته اكتشف ملصقا لتشيواوا مفقودا، وبعد 20 ميلا ركض الرفيق الصغير من الملصق أمام سيارته تجنبا لدهس الكلب. التقطه وأخذه إلى منزل صاحبه.
بكى أصحابه بدموع الفرح عند عودة صديقهم ذي الفراء، وشعر بوشر 91 بالرضا عن الأمر برمته أيضا. عندما ذهب للانطلاق توقفت سيارته ولم تعد تعمل، كانت قطعة القمامة القديمة ميتة، لكن تبين أن الوقت كان نعمة حقا. لاحظ مالكو تشيواوا السيارة القديمة المعطلة وقدموا له حلا. كانت ابنتهم قد تخرجت للتو من الكلية وكانوا يتطلعون لبيع سيارتها. من وجهة نظرهم كان حيوانهم الأليف المحبوب أجرا كافيا، ولذا أعطوه السيارة في المقابل. من كان يظن أن تشيواوا سينتهي بهم الأمر أن تصبح العملة المفضلة للكارما؟ الرجل الصحيح للوظيفة. بعد فترة طويلة من الكفاح من أجل العثور على عمل، حصل زميل يدعى جيمي، ميكانيكي مدرب، على مقابلة أخيرا. أثناء انتظاره في محطة الحافلات صباح يوم المقابلة، شاهد جيمي رجلا مسنا يكافح من أجل تشغيل سيارته. على الرغم من أنه لم يكن لديه الكثير من الوقت قبل مقابلته، إلا أن جيمي لم يستطع تحمل مشاهدة الرجل الأكبر سنا وهو يكافح، وعرض المساعدة عليه. بعد إصلاح سيارته شعر الرجل بسعادة غامرة، عرض الدفع على جيمي لكنه رفض. حرصا على رد الجميل لجيمي بطريقة ما، عرض الرجل العجوز توصيله إلى مقابلته. وافق جيمي لأنه كان متأخرا عن موعده. أنزله الرجل العجوز وانطلق بابتسامة غريبة بعض الشيء. عند دخوله مقابلته شعر جيمي ببعض الخجل، كانت يداه لا تزال متسختين قليلا من إصلاح السيارة، والحلة الوحيدة التي يمكنه تحمل تكلفتها لم تكن مناسبة مثل المرشحين الآخرين. لكن لم يكن أي من ذلك مهما على الإطلاق عندما دخل المكتب لإجراء مقابلته، لأن من كان جالسا ينتظره هو المدير العام للشركة، الرجل الذي أصلح سيارته للتو. مع قوة شخصيته المثبتة بالفعل تم تعيينه على الفور. كنز تراشتاغ. يمكن أن يكون تنظيف المناطق الطبيعية المليئة بالقمامة مهمة غير مجدية، وكما هو الحال في طبيعة العمل التطوعي فإنه لا يدفع من الناحية المالية، ولكن بالنسبة إلى مستخدم ريديت مورتيز مايند بلورز الذي كان ملهما لتنظيف شاطئه المحلي بعد شهرة توجه تراشتاغ لعام 2019، كانت المكافأة مالية بقدر ما كانت عاطفية. وجد هذه الورقة النقدية الأسترالية بقيمة 50 دولارا بين القمامة على الشاطئ، مما جعل العمل الصباحي الصعب يستحق ذلك أكثر بقليل. نعمة السائقين. عندما تعرض العديد من أعضاء نادي ميلووكي آيرونز للدراجات النارية إلى حادث في تشيلي إنديانا، لم تتردد دارين ستورش وهي ممرضة خارج الخدمة في التوقف لمساعدتهم. وبمساعدة ابنتها الصغيرة تأكدت من أن السائقين آمنون ومستريحون نسبيا بينما كانت خدمات الطوارئ في طريقهم. لم ينسوا أبدا مساعدة دارين وظلوا على اتصال بها على فيسبوك. بعد مرور عام عندما رأى راكب الدراجات منشورا من دارين يظهر بيع ابنتها لعصير الليمون، كانوا يعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله. لدهشة كل من دارين وابنتها ظهرت مجموعة تضم أكثر من 30 من راكبي الدراجات النارية الذين يرتدون جلدا إلى كشك عصير الليمون، مما خلق مشهدا وصل إلى الأخبار العالمية. مع وقوف دراجاتهم في مكان قريب قاموا بشرب عصير الليمون الطازج، مما جعل يوم ابنة دارين سعيدا وأعادوا خير دارين بطريقة لن تنساها أبدا. التذكرة فقط. عادة في المناسبة التي نقدم فيها المال للمحتاجين لا نتوقع أي شيء في المقابل، ربما باستثناء الشعور بالسعادة والدفء. ولكن عندما أعطى براندون سيدن بضع دولارات لرجل مشرد في مركز تجاري في بويس أيداهو، كان عائده على الاستثمار ضخما وفوريا تقريبا. بعد تبرعه توجه إلى متجر للأطعمة حيث لفت انتباهه بعض تذاكر اليانصيب. على الرغم من أنه نادرا ما اشترى تذاكر اليانصيب، لسبب ما استحوذ الدافع على براندون في ظهر ذلك اليوم واشترى بعضا منها. لم يكن يتوقع سوى القليل، ولكن بعد الخدش صدم عندما اكتشف أنه فاز بالجائزة الأولى في المتجر وقيمتها 200,000 دولار. عادة لا يمكن صرف الكارما الجيدة بشكل حرفي تماما، ولكن بعد ذلك لدي شعور بأن براندون سيدن سيتصدق للمشردين بشكل أكثر. من يدري، ربما سيحدث هذا مرة أخرى. هل لديك أي من حكايات الكارما الجيدة لمشاركتها؟ أخبرني بها في التعليقات أدنى، وقد أعرضها في المرة القادمة مع اسمك. شكرا للمشاهدة.